السلام عليكم. اليوم بنواصل برضو الحديث عن اللوبس. اتكلمت على الفور لوب، الواي لوب، الدو واي لوب. في كونسبت مهم جدا اسمه النستد لوبس او اللوبس المدمجة. يعني ايه مدمجة؟ دي شفناها في الكونديشن لما يكون في مثلا فور لوب بالكامل داخل فور لوب اخرى، او مثلا هواي لوب داخل فور، او فور داخل هواي، او هوايل داخل دو وايل، او دو هوايل داخل فور. يعني اي اتنين ينفعوا مع بعض، وينفع تلاتة وينفع اكتر. دي بيتقال عليها نستد لوب. طريقة العمل بتاعتها مختلفة شوية، طريقة التريسينج وطريقة عمل الكومبايلر مختلفة شوية في النستد لوب. ازاي؟ تعال نشوف الاول. انا اقول مثلا فور مثلا اي بيساوي زيرو سيمي كولون اي اقل من مثلا تلاتة سيميكولون اي بلس بلس. دي الفور لوب العاديه. وتعالى نعمل لها بادي بسيط كده، هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت، تمام، برنت لاين، واقول له الاي اطبع الاي، تمام. دي اللي حضرتك عارفها. وتعالى نشيل الجي من هنا عشان ما تعملش برضه مشكله. ادي الاي وادى اللوب بتاع حضرتك. طبعا حضرتك عارف ان اللوب ده خلاص احنا كبرنا، اللوب ده هيشتغل من اي بزيرو، اي اقل من 3 يعني هيلف 3 مرات، هيعمل لوبينج 3 اتريشن 0 1 و2، وهيطبع 0 1 و2 على واحدة على كل سطر اهو 0 1 و2 بالشكل ده، تمام كده. طيب ايه بقى فكره النستد لوب؟ تعال نعمل 2 فور جوه بعض. حضرتك شايف البادي صح؟ ده البادي. انا هعمل داخل البادي ده جمله فور اخرى. يعني هاجي اقول له 4 مثلا جي، ما ينفعش نفس العداد يبقى اي وهنا اي، هقول له جي بتساوي مثلا 0 جي اقل مثلا من 2 سيمي كولون جي بلس بلس، تمام، وهنزل اهو. وبعدين هاخد الجمله دي واحطها هنا كده بالشكل ده، تمام. لاحظ بقى انت عندك في فور خارجيه، الاوتر فور اللي هي دي، وده البادي بتاعها شايفه، وبعدين عندك فور داخليه، وعندك ده اللي هي الانر لوب، وده الاوتر لوب. الفور الخارجيه كل ده البادي بتاعها انكلودد جواه الفور الداخليه، والفور الداخليه ده البادي بتاعها، تمام كده يا اخوانا. ايه القصه بتاع حضرتك بقى؟ انا عاوز بس عشان اثبت لك الدنيا ماشيه ازاي، تعالى هنعمل دي فورماتد برنت، وهقول له الاي فاليو، تمام، اي فاليو بيساوي بيرسنت دي، تمام، باك سلاش تي، الجي فاليو بيساوي بيرسنت دي ده، ونحط الاي ومين بقى وجي، تمام. ده هيطبع لي قيمه الاي هنا بيرسنت دي، هيجي الاي يبقى قيمه الاي فاليو، والجي فاليو بيرسنت دي يحط مين، يحط الجي. ده قيمه للطبع مش اكتر، ودي مطبوعه على البرنت اف. انا بقول لك ايه اللي هيحصل طالما في نستد لوب. اول مره اي بكام يا اخوانا؟ اي بزيرو، وينزل ياخد جيب كام؟ بزيرو، يبقى زيرو وزيرو. هنا الانكريمنت بواحد صح؟ يعني الجيب يزيد بواحد، يبقى هنا صفر وهنا جيب صفر، اي بصفر جيب صفر، ينفذ البادي ده. يقابل القوس ده، القوس ده بتاع مين؟ بتاع الانر لوب، بتاع اللوب الداخليه الانر، يقوم طالع تاني للفور مزود الجي، يبقى جيب كام؟ بواحد، ما زالت الاي بصفر، يبقى صفر وواحد، تمام؟ وطبعا اتنين مش هتنفع لان الكونديشن ده مش هيتحقق، يعني اللوب ده بيلف مرتين صح؟ ده الايتريشن مرتين، مره عند الصفر ومره عند الواحد. يبقى القصه كلها صفر وصفر، صفر وواحد، تمام؟ بعدين اللوب دي خلصت، يقوم طالع تاني لما يقابل ده، يقوم طالع للاوتر لوب مزود الاي، اي كانت بكام؟ بصفر، ويزودها تبقى واحد، وواحد اقل من 3 صح؟ يقوم نازل ومعاه اي بكام؟ بواحد.
هنا دخل على الفورم الاول، يقوم داخل من الاول جيب كام؟ صفر، يبقى واحد وصفر وينفذ ده. بعد كده واحد وكام؟ واثنين، انا اسف، واحد وصفر، واحد واحد مفيش اثنين، ثم اثنين وصفر، اثنين وواحد. عاوز تشوف الكلام ده؟ تعال اوريه لك افضل من خلال التنفيذ. في هنا في مشكلة، يبقى المشكلة الجي، مش متعرف الجي، تعال نحط الجي اهو وننفذ كده ونشوف الدنيا تمشي ازاي معنا. احنا ممكن كمان عشان الطباعة ممكن نقول باك سلاش ان ولا حاجة، او حتى ممكن ناخدها قدام. اوكي، باك سلاش ان، تعال ننفذ كده زي ما انت شايف يا غالي. اولا اول مرة اي بزيرو، جيب كام؟ بزيرو، اي بزيرو، جيب واحد، كده اللوب دي خلصت. يطلع تاني يغير قيمة الاي ويزود الاي، بقت الاي بواحد، ويبدأ الجيم الاول، جيب صفر، جيب واحد، ثم يزود الاي، اي باتنين، جيب صفر، جيب كام؟ جيب واحد. يعني حضرتك كده اللوب او الجملة دي هي داخل الانر لوب، والانر لوب كلها داخل الاوتر لوب، فالجملة دي بتتنفذ بعدد مرات ضرب الاي في الجي. فاذا كان ده اخره اتنين، يعني ده هيلف مرتين، وده بيلف كم، اسف، ده بيلف تلات مرات، وده بيلف مرتين، فتلاتة في اتنين بستة، زي ما انت شايف ستة، جملة الطباعة اشتغلت ستة مرات. تمام، اتمنى ان الكلام ده يكون واضح لحضرتك. يبقى انت النهاردة لكل ستيب من الفور الخارجية، الفور الداخلية بتلف عدد مراتها، بتعمل كل الاتريشن بتاعتها. يبقى لما الاي بصفر، الجي بتاعتك بتتحرك من زيرو لحد قيمة اقل من الاثنين، يبقى زيرو واحد، زيرو، عفوا، زيرو زيرو، زيرو واحد، وبتنفذ البادي بالطريقة دي. لما يطلع يجيب قيمة الاي الجديدة، يبقى واحد وزيرو، واحد وواحد، يطلع يجيب قيمة الاي الجديدة، تمام، يبقى 2 و 0 2 1. طبعا حضرتك هنا برضو من ضمن الحاجات المهمه، لو انت هنا امتى الكود يجي هنا؟ امتى الكومبايلر يجي هنا؟ اول ما الفور بالكامل تخلص، صح؟ فلو حضرتك مثلا حبيت تحط هنت كده، اقول له system.out تمام دوت print تمام كده، وهاجي والله اطبع مثلا شويه حاجات شبه كده، حضرتك عارف ان ده هيتنفذ امتى؟ بعد نهاية الانر لوب. طب وده هيلف امتى؟ ده هيخلص امتى؟ بعد قيمة زيرو، جيب زيرو وجيب واحد، يعني بعد اول سطرين، صح؟ هيطبع لي دي، وبعد السطرين التانيين يطبع لي دي. تعال اجرب كده، بس طبعا عشان انا مش عامل ده طبع، خليه هنا باك سلاش ان بالشكل ده، يا ترى هيعمل ايه؟ اخدت بالك؟ يبقى دي اللوب الداخلية اشتغلت، جيب صفر، جيب واحد، وبعدين نزل طبع ده، ويطلع تاني لما يقابله ده، يبدأ ياخد قيمة اي جديدة عشان ينزل ينفذ كل الاتريشن بتاعت الفور الداخلية عند نفس قيمة الاي، ويبدأ يطبع مين؟ الفاصل اللي قلنا عليه. تمام كده يا اخوانا؟ اتمنى ان الكلام ده يكون واضح لحضراتكم. طريقة عمل مين؟ طريقة عمل النستد لوب. مش بالضروري زي ما قلت ان تكون فور جواها فور، ممكن تكون فور جواها مين؟ ممكن تكون فور جواها وايل، ولا فيها مشكلة خالص. تمام؟ فهمنا القصة بتاعتنا؟ طيب، أنا شايف من الوقت بتاع المحاضرة مش عارف، لا هنكتفي بهذا القدر، بحيث إن شاء الله إن ندي مثال آخر على النستد لوب في محاضرة أخرى. شكرا جزيلا لحضراتكم، أتمنى أسمع من حضراتكم، قول لي أنت فهمت إيه، ولو في حاجة ما فهمتهاش اسألنا عنها من تحت أمرك. شكرا جزيلا، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.